100 متر. بالنسبه للطريق كما كتشوفوا راه هالحاله ديالها، يعني دابا المشكل دابا حنا كنلقاو صعوبه لا الناس اللي كيجيو في النقل ديالهم الخاص ولا سيارات الاجره كيوصلوا لهنايا. اولا كيلقاو مشكل حتى مع لي كليون ديال الطاكسي، كيقول لك هو وصلني، يعني كنضطروا ندوزوا من ديك الطريق، راه هي هذيك الطريق راه هي خاسره حتى هي، يعني لا ما كيبقاو لا روايض لا والو. بالنسبه لنا كما كنقول لك بالنسبه للمالين الطاكسيات او حتى الناس اللي عندهم هذا السيارات ديالهم خصوصيه، ومشكله انت ما كتشوفوا، يعني حنا كنتسناو دابا المسؤولين يصايبوا الطريق، يعني ما كاملاش حتى دابا 100 متر هذه ولا 200 متر على الاقل يعمروها غير بديك التفنه، ولا لا ما يديروا لا قدرون لا والو سيدي، عملوا عاديك التفنه باش نسهلوا على حتى الناس، حيت كاين ناس كبارين كيجيو لهنايا كينزلوا هنايا كيضطروا يمشيو ويضربوا هذه المسافه كامله لتما ويرجعوا، ودابا الشتاء والدنيا الاوضاع كتزيد سوء على سوء، وهذا الشيء راه ماشي راه غير هنايا، دابا القصر راه كامل ولا محفر كامل، حفروا هنايا وحفروا في بلاصه اخرى وبلاصه اخرى وبلاصه اخرى، ودابا حنا ما عارفينش هذه الاوضاع ثاني عاد توصل وصافي. الطريق كخصها صلاح بالنسبه للمقبره، هي اهميه المقبره، فهمتي يا استاذ رحيم؟ بالنسبه للمقبره اهميه الطريق، المقبره تعدل هي اولى من طرقا كاملين من صالحيه المقبره، ضروري كخصها تعدل ما يخليوهاش هكا. يجيو مع شي جنازه لهنايا للمقبره كيبقاو الطوموبيلات كاملين هنا واقفين بعاد، وكيطلعوا الناس على رجلهم وعاود لا يطلعوا بالحديد ديالهم حتى لباب المقبره ويدخلوا للمقبره، كيخليوا الحديد هنايا وكيطلعوا للمقبره على رجلهم. من اساس على طريق الطريق هذه ما معدلاش، وكون كانت معدله غيمشي الانسان بالطوموبيل حتى لباب المقبره وعاود يدخل المقبره يزور. طلبوا الله يعدلوها، من الاحسن تعدل، فهمتي؟ من الاحسن تعدل، انما علاش اساسيه المقبره اولى، هي اول حاجه هي المقبره، اسبق هي المقبره. اخوان هاد الطريقه هادي ديال المقبره راه هي مكرفصه بزاف ومخسره بزاف الناس، لا من الاسعاف ولا من الناحيه ديال الطوموبيلات، راه الطريقه انتم كتشوفوها كيفاش عامله مكرفصه بزاف، بيدنا حنا الطواكسيه بتي طاكسي راه ما كيقدرش يدخل تما، والناس اللي كيطلعوا تما تما كيتكرفصوا من ناحيه ديال الغايس ومن ناحيه ديال التكرفيص هذا. ما كرهناش من هاد البلديه وهاد الناس اللي مسؤولين يديروا معنا شي حال ويشوفوا من هاد الشيء هذا اللي كاين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.